مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر على ضحايا الميليشيات من المدنيين في العراق، تنضم إلينا الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عبر الهاتف من لندن. أهلا بك دكتورة فاطمة. بداية، كشفتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عن مقتل ما يزيد على 11,000 مدني في الفترة ما بين 2003 وحتى 2014 دوليا. ألا تعد هكذا أرقام مدعاة للتدخل الدولي لوقف هكذا مجازر إن صح وصفها؟ السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. نعم بالتأكيد، يعني مثل هذه الجرائم وكما تم توثيقه من قبل مركزنا بهذا الأعداد الكبيرة من القتلى في الفترة المذكورة، يعني بالتأكيد إذا كان هناك مجتمع دولي يدعي الإنسانية ويطبق معايير الإنسانية فسوف لن يسكت وسوف يتدخل من أجل التحقيق، متابعة هذه الجرائم، معرفة ما هي هذه الأسباب، مساعدة الشعب العراقي من أجل إيقاف هذه الجرائم. الحقيقة مع الأسف الشديد، يعني لحد الآن التحرك الدولي ليس بالمستوى الملموس والذي نتوقع منه أن يعطي نتيجة مثمرة، ولكن مع هذا فنحن في المراكز الحقوقية مستمرون في توثيق هذه الجرائم وإيصالها إلى المجتمع الدولي من أجل إحداث يعني تحرك دولي فعلي وحقيقي. وبالتأكيد سوف يأتي هذا الوقت إن كان بعد فترة قصيرة أو على المدى الطويل. نحن نعرف جيدا أن هناك الآن الهيمنة الأمريكية على القرار الدولي، ولكن هذه الهيمنة لن تستطيع الاستمرار مع وجود مثل هذه وتفشي الجريمة في العراق ووجود هؤلاء الأعداد الكبيرة من القتلى وغيرها من الانتهاكات والجرائم. طيب، طبعا من المؤكد أن هذه الجرائم مستمرة بعد الفترة المرصودة من قبلكم، فاليوم مثلا تم توثيق وفاة المعتقل بشار الجميلي في سجن التاجي في وقت سبق وكشفتم فيه عن وثيقة تظهر أوامر حكومية صادرة عما يسمى بمجلس الأمن الوطني منذ عام 2017 تنص على تجديد الخناق على المعتقلين ومصادرة المزيد من حقوقهم. لماذا تسعى هذه اللجنة أو هذه الجهة لاتباع هذه السياسة؟ يعني كما تفضلت، هذه الوثيقة التي تم نشرها على موقع المركز والتي يعني تتضمن أصدار أوامر بتجديد ونقل ما تدعي أنهم مشاغبون في السجون، الحقيقة هذا نحن نعرف جيدا أولا من هي هذه اللجنة، من هؤلاء الذين يشكلون هذه اللجنة، ونعرف انتماءاتهم الجيدة وولاءاتهم إلى إيران وليست ولاءات وطنية كما هو معروف لجميع الشعب العراقي. إضافة إلى ذلك، في العراق أصلا لا يوجد قانون يعلو على قانون الميليشيات، وأوامر الميليشيات هي التي تطبق في العراق، ونعرف جيدا أن هذه السجون جميعها تدفع إلى وتقع تحت سيطرة الميليشيات أو الأحزاب السياسية التي تمت بالولاء إلى إيران. إذا من المتوقع أن تكون وأن تصدر مثل هذه الأوامر التي تشدد على المعتقلين والسجناء، وخاصة وأن أغلب هذه هؤلاء السجناء معروف أنهم من مكون معين في العراق. نعم. طيب، هناك اتهامات لحكومة مصطفى الكاظمي بمحاولة تسويف قضية مجزرة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين وتقييدها ضد مجهولين. هناك اتهامات لحكومة الكاظمي بأنها تعطي أو توفر الغطاء لمرتكبي الجرائم والمجازر في العراق عن طريق تسويفها للقضايا من خلال نسب هذه المجازر أو الانتهاكات لجهات مجهولة. لماذا تستمر حكومة مصطفى الكاظمي أو حتى حكومات ما بعد الاحتلال لأنها تسير على نفس النهج، لماذا تسير على نفس النهج على نفس السياسة في تسويف القضايا؟ يعني الجرائم تنسب إلى مجهولين أو إلى جهات مجهولة، في حين أن الجميع يعلم من هي الجهات التي ارتكبت هذه الانتهاكات. نعم، يعني كما تفضلت، يعني برغم من الاعترافات العلنية والتوثيقات التي قام بها أهالي،
طبعا يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. نحن نشكرها شكرا جزيلا، كانت معنا عبر الهاتف من لندن، ويبدو أن الاتصال فقد معها من المصدر.